سميرة أحمد إبراهيم اتولدت 15 نوفمبر 1935 لأب كان يعمل خطاط بمحكمة استئناف في محافظة أسيوط، وكان لها 7 إخوات غيرها ومنهم الفنانة الكوميدية خيرية أحمد. راحت مع أسرتها للعيش في القاهرة وهي لسه صغيرة في السن، وفي الفترة دي اتعلقت بالسينما المصرية وحبت نجمات كتير زي ليلى مراد وشادية وتحية كاريوكا، ولكن حصل لها ظرف غير حياتها 180 درجة. أبوها تعب وساءت أحوالهم المادية وكان لازم يعمل عملية في عينين، فطبعا البنات اتحدوا مع بعض عشان يعدوا الأزمة دي. فأختها الكبيرة نوال اشتغلت في محلات صدناوي، إنما خيرية أحمد وسميرة أحمد طبعا كانوا لسه صغار في السن، هيشتغلوا في إيه؟ فبالصدفة عدوا على مكتب من مكاتب اللي بيشغل الكومبارس، فرحوا له وقالوا له احنا عايزين نشتغل، وبالفعل شغلهم في السينما طبعا في أدوار الأطفال بمرتب 50 قرش في اليوم. ولكن سميرة أحمد كان عندها طموح أكبر من كده وطموح أكبر من سنها، فبدأت إن هي تتعلم تحط مكياج وتلبس فستان وتلبس كعب عالي كمان علشان تظهر بمظهر أكبر من سنها. وبالفعل أحد المخرجين دخل بالصدفة للمكتب ده وشاف سميرة أحمد فاقتنع بيها وخدها، وبدأت حياتها الفنية تبتدي من هنا سنة 1950. قدمت طبعا عدة أفلام بس في أدوار صغيرة، وبدايتها الحقيقية سنة 1960 في فيلم البنات والصيف، وفي الدور ده حقق لها شهرة واسعة جدا، ومن هنا انطلقت الانطلاقة الحقيقية وقدمت عدة أفلام في السينما المصرية. ومن أهم أفلامها اللي قدمتها في السينما المصرية فيلم عالم عيال عيال سنة 1976، وفيلم وداع يا ولدي سنة 1986، وفيلم امرأة مطلقة سنة 1986، وقدمت مجموعة ولا أروع من المسلسلات الدرامية، وكان أولهم مسلسل محمد رسول الله سنة 1980، وأخرهم مسلسل ماما في الجسم سنة 2010. هي دي كانت قصتنا وحكايتنا عن الفنانة الجميلة سميرة أحمد. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل ما هو جديد، وكمان لايك لطيف وظريف زي حضراتكم كده.